من بيروت مساء الخير وأهلا بكم إلى برنامج جيران العرب الذي يتناول ملف العلاقات العربية الأوروبية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية من خلال الدور والتحديات لا سيما في ظل المتغيرات التي أبعدت أوروبا لصالح دول دخلت إلى المنطقة ومنها روسيا والصين في المحور الأول نستوضح التحديات السياسية ومنها الأمن والسلام ومنطق المصالح والأمن القومي والسياسة الخارجية الأوروبية المتوجسة من نتائج النزاعات في المنطقة على ملف اللجوء والذي أوصل وزير الخارجية الفرنسي الحالي للقول إن الربيع العربي يهدد أوروبا وابقى اوروبا متردده امام موجه التحول الديمقراطي العربي وفي المحور الثاني قراءه في المشهد الاقتصادي العربي الاوروبي الذي يبدو اكثر رسوخا من خلال حجم عمليات التبادل التجاري والاستثمارات لا سيما الخليجيه في دول الاتحاد الاوروبي اضافه الى حدود الدور الاقتصادي الاوروبي في ملفات التنميه ومكافحه الفساد وماذا يريد العرب من اوروبا ارحب بضيوفي في الاستوديو دكتور سامي نادر استاذ العلاقات الدوليه في جامعه القديس يوسف ومن باريس دكتور خطار ابو دياب استاذ العلاقات الدوليه في جامعه باريس ومن بروكسل محمد رجاء بركات الاعلامي الخبير بالعلاقات العربيه الاوروبيه اهلا بكم جميعا نبدا مع تقرير حول واقع العلاقات العربيه الاوروبيه ونعود للحوار تحت شعار شركاء من اجل النمو والتنميه عقدت القمه الاوروبيه العربيه في اثينا قمه شارك فيها عدد كبير من ممثلي الدول العربيه والاوروبيه وبحثت سبل التوصل لرؤيه مشتركه حول التطورات الاقليميه والدوليه وتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصاديه لاسيما الاستثمار والتجاره والطاقه والبنيه التحتيه واقتصاد ما بعد النفط بقيت المساله السياسيه ضمن مربع اللغه الانشائيه فمنذ سنه 95 تاريخ ما عرف بعمليه برشلونه عدت مساله السلام في الشرق الاوسط من ابرز الاخفاقات التي حكمت العلاقات الاوروبيه المتوسطيه كان الهدف من عمليه برشلونه تحقيق تقدم اقتصادي ومشاريع مشتركه بين الجانبين العربي والاوروبي وكان احد ابرز بنودها السعي الى تحقيق تقدم في عمليه السلام أدرك الأوروبيون هذا الأمر مبكرا ومن هنا بدأوا البحث عن صيغ أخرى حملت عناوين مختلفة فكان التحول من اتفاقات الشراكة الثنائية إلى اتفاق الجوار الأوروبي وآخرها كان الاتحاد من أجل المتوسط عام 2008 بعد أكثر من عشرين عاماً وإنفاق مبالغ طائلة من قبل دول الاتحاد الأوروبي لم تحقق آمال الشراكة الأوروبية المتوسطية المتمثلة بتعميق الأمن على ضفتي المتوسط والحد من الهجرة وتعزيز التنمية الاقتصادية وإحداث تقدم في عملية السلام أهدافها الموضوعة. حكمت العلاقة بين الطرفين بحسب دراسة أجراها معهد كارنيجي أخطاء عديدة أولها أن أوروبا نظرت إلى الدول العربية كطرف راضٍ بواقعه السياسي وهو ما أثبت فشله. سواء بعدما جرى في تونس أو مصر ومن ثم لاحقا في دول عربية أخرى وثانيها افتراض الاتحاد الأوروبي أن تحقيق تقدم اقتصادي يمكن أن يقود إلى انفراج سياسي وتحسين العلاقات مع إسرائيل تهاوت هذه النظرية بدورها الفشل الثالث يتعلق في الفهم الخاطئ للاتحاد الأوروبي للدول العربية فقد رأها قائمة على سلطة مستبدة لا بديل عنها إلا التطرف لكن ظهر أن هذه المجتمعات أكثر تنوعا وأكثر تعقيدا من أي اختزال، وأنها تنخرط كما أوروبا وأمريكا في حربها ضد الإرهاب والتطرف. أما الفرضية الرابعة فقامت على أن أوروبا القوية المتماسكة ستظل ممسكة بزمام الأمور، لكن مع بروز قوى اقتصادية صاعدة تقترب من المنطقة كالصين أو سياسية لها مصالحها كروسيا أو إقليمية تسعى للعب دور في المنطقة كتركيا وإيران، يبدو ان ثمه حاجه الى صيغ جديده اكثر توازنا بين الاوروبيين والعرب تقر بالواقع الجديد الذي يتشكل. دكتور سامي يعني من الواضح انه الاتحاد الاوروبي والعالم العربي هناك علاقات يعني مرت بمراحل متعدده، انما اليوم عندما نتحدث عن سياسه الاتحاد الاوروبي تجاه العالم العربي، هل هي سياسه واحده؟ ما هي المعايير التي تعتمدها باتجاه هذا العالم العربي؟ ليست من يعني معايير ثابتة ولكن في شيء من الثابت يعني أولا أوروبا عندما تنظر إلى العالم العربي يعني في ثلاث أمور أو ثلاث أولويات بالنسبة إلى النفط النفط اولا واخيرا ثانيا يعني مساله الطاقه بشكل عام وتنظر الى هذا السوق الى هذا الجزء من العالم قسوق لانه ما تزال اوروبا هي الشريك التجاري الاول يعني هنا تعني أن النظره اقتصاديه ليست سياسيه نظره نظره اقتصاديه تنظر الى قسوق وهكذا كان الامر يعني من زمان حتى ايام في القرن التاسع عشر الى القرن العشرين لم يتبدل شيء هي أولويات اقتصادية نفطية تجارية بالدرجة الأولى ولكن أل... النفوذ السياسي يعني كان في نفوذ قوي وتراجع هذا النفوذ نفوذ لصالح السي... النفوذ السياسي بنيته وخلال الفترة الاستعمارية وما سبق الفترة الاستعمارية من انحلال للسلطنة العثمانية كانت مصالح اقتصادية بريطانيا كانت تمتد لأنها تريد تأمين طريق الهند وعلى هذا الاساس يعني وضعت خط سايكس بيكو، هذا الخط في الصحراء، اما فرنسا يعني من خلال ما يسمى بالامتيازات كانت دخلت هذه المناطق عبر الارساليات اولا ثقافيا، ثم تثبيت مصالحها الاقتصاديه عبر القنصليات، واذا كانت الاولويه اقتصاديه. يعني ومن هنا وهذا يعني سبب يعني سبب فجوه سياسيه وثقافيه لانه الى ماذا ادت في النهايه كما اشار التقرير يعني بطريقه دبلوماسيه اعتبرت انه نظريه مثلا الدكتاتور الصديق اما نظريه عدم فهم للشارع العربي وهنالك مساله ما زالت كانت قائمه يعني انه هذه, الديمقراطيات على هذه المجتمعات لا تتصالح مع الديمقراطيه يعني اليوم بعد الربيع العربي صار هنالك عمليه اهتزاز لبعض القناعات الراسخه التي تتعلق بالديمقراطيه، التي تشير الى ضروره فهم هذه المجتمعات، ان هذه المجتمعات لا خطت خطوات بالغه نحو الحداثه، لم تواكبها الدول الاوروبيه والمنظومه الاوروبيه بشكل عام. انتقل الى باريس دكتور خطار، يعني هل توافق انه بمعنى ليس هناك فهم جيد للعالم العربي وخاصه من بعد الربيع العربي والثورات العربيه التي حصلت، كان في هناك تراجع للدور الاوروبي ولصالح دول اخرى وعلى راسها روسيا في هذه المنطقه. تحياتي لك وللفريق العامل والضيوف الكرام ولكل من يشاهدنا. بالطبع هذه العلاقه ما بين الاتحاد الاوروبي والعالم العربي إنشاء بين أوروبا والعرب أو بين المؤسسات الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية هي علاقة ثنائي لا تتسم بالتوازن بالطبع البعض في العالم العربي كان ينظر إلى النموذج الأوروبي ولكن عندما نرى ما حصل في مسائل اللجوء وغيرها نرى أن البعض في أوروبا يريد جعل أوروبا قلعة وهي لم تعد تلك الجنة التي يسعى وراءها الناس المساله قديمه كما كان يقول الدكتور سامي من ايام حمله نابليون الى الاهتمام بطريق الهند، مساله الحداثه من جهه وتصدير النماذج ومساله طريق الهند في الماضي وطريق البترول والنفط اليوم وطرق الطاقه. بالطبع هناك تاريخ جعل البحر الابيض المتوسط يتراجع ليس فقط بسبب الحملات الصليبيه والفتح الاسلامي ولكن بسبب انتقال مركز ثقل العالم في لحظة ما إلى الأطلسي الآن في نهاية المطاف الاعتبارات ليست فقط اقتصادية نلاحظ الآن مع مسألة الإرهاب ومسألة اللجوء أن هناك اعتبارات جيوستراتيجية وأن الأمن, الأمن الأوروبي يتصل أيضا بأمن هذه المنطقة إذا كانت هذه المنطقة أو بقيت هذا البركان الملتهب ستتأثر أوروبا بالنسبه للموقف من الربيع العربي الذي اخذ البعض على حين غره بالطبع لاحظنا كيف تنقل الموقف من ليبيا الى تونس بعد اذن الى مصر او الى سوريا وبعد الحماس الاولي لمظاهرات الحريه والكرامه والشباب والتحول ونهايه الحركات الاسلاميه مع صعود الاسلاميين اخذ هناك بعض الحذر وبدء الاشتباكات والفوضى وصعود الارهاب زاد الحذر جرت مغالاه في الترحيب بالربيع العربي كمدخل للتغيير وجرت ايضا مغالاه في اعتبار انه اصبح خريف او شتاء اسلاموي او ارهابي هناك تناقضات كبرى في النهايه كما قال الوزير الفرنسي هو كان يقول بان اوروبا في النهايه تفضل الاستقرار ما جاء في تقريركم مهم جدا ان هذا الاستقرار كان مخادع لانه استقرار مبني على مصلحه فقط وعلى ضمان الامن ولو بالاستبداد ولذلك هذه الحيره الاوروبيه هي ايضا حيره استراتيجيه يعني دكتور خطار هل خذلت اوروبا العرب بهذا المعنى؟ يعني بالنهايه اوروبا تخذل نفسها اوروبا اليوم كما قال عنها يوما هنري كيسنجر ليس عندها رقم هاتف ليس هناك من سياسة خارجية موحدة أوروبية بكل معنى الكلمة، هناك سياسة خارجية ألمانية، فرنسية، بريطانية، إيطالية، في النهاية لاحظنا كيف أن كانت أوروبا تصنع الحدود في ساكس بعد الحرب العالمية الأولى، الآن العالم العربي هو رجل مريض لكن أوروبا أيضاً ليست في حالتها الجيدة، ولهذا تتراجع أوروبا استراتيجياً، نعم لصالح الصين التي تفتش عن طريق حرير جديدة عبر هذه المنطقة لصالح روسيا ولكن التقدم الروسي هو تقدم استراتيجي وليس اقتصادي، يمكن لاوروبا ان تبقى من الدول من المجموعات التي تكسب اقتصاديا، لكن في نهايه المطاف الاخطر بالنسبه لاوروبا هو دوام عدم الاستقرار في هذه المنطقة، هذا ليس لصالح اوروبا كما ليس لصالح هذه المنطقة انطلاقا من الخوف من ملف اللجوء فقط يعني بالنسبه لموضوع اللاجئين والمهاجرين اللجوء اللجوء الارهاب وايضا تبعات هذه الفوضى التدميريه على المديين المتوسط والطويل اعود الى بروكسل، انتقل الى هناك مع محمد رجائي يعني محمد هل القرار، قرار الاتحاد الاوروبي هو نابع هذا التراجع السياسي كما اشار يعني دكتور سامي وكذلك دكتور خطار، التراجع السياسي هو لصالح قوى اخرى دخلت الى المنطقه وعلى راسها روسيا؟ طبعا التراجع السياسي لدول الاتحاد الاوروبي لا يخدم مصالح الاتحاد الاوروبي حاليا. أود العودة إلى ما قيل سابقا، أعتقد دول الاتحاد الأوروبي على علم بما يجري في العالم العربي، لديها سفارات ولديها أجهزة استخباراتية وكانت على علم وهي دائما على علم بحقيقة ما يجري داخل دول العالم العربي، ولكن الاتحاد الأوروبي يبحث عن مصالحه، دائما المصالح الاقتصادية هي الأهم بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. الاوروبي الان يقال هناك مقوله دائمه وهي ان الاتحاد الاوروبي هو عملاق اقتصادي ولكنه سياسيا بمثابه قزم ليس له دور كبير يقوم بداخل والسبب هو كما ذكر الزملاء غياب سياسه خارجيه مشتركه وايضا سياسه عسكريه مشتركه داخل لدى دول الاتحاد الاوروبي الان فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربيه، الاتحاد الاوروبي فشل في علاقاته مع الدول العربيه، كانت في البدايه في نهايه السبعينات كان هناك الحوار العربي الاوروبي وفشل وذلك لان الدول الاتحاد الدول الاوروبيه انذاك كانت تريد ان تبني علاقات ثنائيه مع كل دوله عربيه على حده كي تنفرد فيها، كان وضع او الوضع السياسي في الدول العربيه انذاك افضل بكثير مما هو عليه الحال الان. ثم جاءت البروتوكولات الثنائية مع الدول العربية ثم سياسة الأوروبية المتوسطية التي فشلت أيضا وسياسة الجوار والاتحاد من أجل المتوسط الذي هو أيضا فاشل فبالتالي سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية إزاء العالم العربي فشلت المستفيد الأول والأخير كان من هذه السياسات هي دول الاتحاد الأوروبي هذه السياسات كانت عبارة عن مجال لخلق وظائف وفرص عمل وتنمية لدول الاتحاد الأوروبي معظم الأموال المخصصة لمساعدة الدول العربية أنا حتى الآن معظمها نسبة كبيرة منها تنفق داخل دول الاتحاد الأوروبي والقليل منها ما يصل حقا إلى الهدف المنشود وهو إحلال التنمية نعم. فيما يتعلق بالأوضاع حاليا في مسألة اللاجئين الدول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى عدد كبير من اليد العاملة الأجنبية للقدوم للعمل في أوروبا فيما لو تريد أوروبا وفيما لو رغبت أوروبا الحفاظ على نفس مستوى التقدم الاقتصادي فيها. قبل اربع سنوات المفوضه الاوروبيه المسؤوله عن الهجره والشؤون الداخليه والعدليه انذاك السيده مالستروم ذكرت خلال احدى المؤتمرات وكررت ما ساقوله ذكرت ان الاتحاد الاوروبي اذا اراد ان يحافظ على نفس المستوى التنميه الاقتصاديه هو بحاجة خلال العشرين سنة القادمة إلى عشرين مليون يد عاملة أجنبية نعم عندما أستاذ محمد اسمح لي أحكي بالمحور اللي... الآخر عن الموضوع الاقتصادي بالتحديد والعلاقات الأوروبية العربية حلو. أنا بسمح اسمح لي أعود إلى دكتور سامي يعني بالملف السياسي تحديدا يعني فرنسا التي كما أشرنا هي ترددت في البداية في موضوع الربيع العربي والثورات العربية إنما دخلت إلى ليبيا مباشرة وشاركت مباشرة بليبيا ليبيا هل كمان لاسباب اقتصاديه لانه النفط في ليبيا ام ماذا يعني؟ بسوريا الوضع بسوريا ايضا الوضع مختلف، يعني لاحظنا انه هناك حماسه تحصل عندما يحصل هجوم ارهابي بباريس او في منطقه فرنسيه فبالتالي تكون الحماسه وارسال الطائرات والسفن الى المنطقه وقصف بعض المواقع ثم نعود الى الهدوء مره جديده، ما هذه السياسه؟ هذه يعني سياسة مثل ما قلنا أن أولوياتها وهم الأول اقتصادي. وتحمل هم اخر، هو تحمل هم في هنالك صراع ما بين الحضارات، هنالك مشكلة بين العالم الأوروبي والعالم الإسلامي، ومشكلة مشتركة وعدم فهم مشترك، يعني لابد من أن نعترف بهذا الواقع، وينجلي هذا في مسألة الاندماج في الداخل الفرنسي. إذا وهذا يعني ما جعل أوروبيين فرنسيين وآخرين ينظرون إلى هذا العالم كما أن أنه لا يمكن ان يتوائم مع الديمقراطيه يعني كل مراكز الابحاث كانت تقول انه هذا هنالك مشكله بين الحداثه والاسلام وهذه مشكله مع الشارع العربي هو شارع متحمس لم يبلغ بعد هذه الدرجه من الرقي اذا هنالك يعني مشكله في العمق يعني وخذي مثلا العلاقه بين تركيا واوروبا يعني هذه اكبر دليل أن اليوم أنه رغم كل هذه السنوات والمحاولات لم يتقدم هذا الملف إلى حتى يعني مساله تاشيرات لم تحسم مش بس عضويه تركيا في اوروبا، اذا هنالك مشكله في العمق، هل هذا موروث الاستعمار، هل ان اوروبا لم بعد تتمكن من ارساء قواعد لبناء علاقه متوازيه، ما زالت تحمل بشكل غير واعي هذا الارث الاستعماري وايضا من الجهه العربيه هنالك رده فعل عن هذا التاريخ الاستعماري انا اعتقد ما زال هناك يعني لم تصف او تنقى هذه العلاقه تاريخيا علما انه اليوم هنالك بعض المحاولات هنالك بعض العلاقات المتوازيه على المستوى الاقتصادي سوف نشير ربما اليها لاحقا مع دول الخليج تحديدا وايضا هنالك مساله لابد من اخذها بعين الاعتبار يعني هنالك يعني من تابع هذا الملف عبر التاريخ نعم. يقول ان مساله الشرق في الذهن الاوروبي هي مساله اوروبيه ايضا لان اوروبا قاربت يعني مساله الشرق من زاويه سياساتها الداخليه يعني مثلا الدعم السلطنه العثمانيه من قبل الفرنسيين والانجليز مجتمعين كان لصد الروس الامر هو مشابه تماما اليوم بالنسبه للمساله الروسيه مساله سياسه الجوار الاوروبي لا. والتواصل مع مع شمال افريقيا كانت ايضا محاوله فرنسيه لموازات او لموازات المد او التمدد الالماني في اوروبا الاقتصادي اذا هذا لابد من اخذه بعين الاعتبار حتى اليوم لم لم ارى يعني اي محاولة لبناء علاقة متوازية اقتصادية ما بين العالم الأوروبي أو المجموعة الأوروبية والمجموعة العربية انتقل الى باريس مع دكتور خطار دكتور خطار السياسه الخارجيه للاتحاد الاوروبي هل هي تابعه للولايات المتحده الامريكيه وبالمثال يعني خاصه بالملف السوري يعني اللي لاحظنا وكانه هناك في اعتراف ضمني بان من يقود ما يحصل هناك روسيا وامريكا وأوروبا تتراجع الى الخلف كما قلت سابقا بقيت اوروبا القطب الاقتصادي الكبير ولم تتمكن من التحول الى هذه القوه السياسيه الفاعله عالميا وبالطبع ينعكس يعني ذلك على سياستها الخارجيه مثلا في الملف النووي الايراني عندما يكون هناك تناغم ايراني اوروبي امريكي يمكن ان يحصل تفاوض ونصل الى نتائج في الملف السوري بالذات كما قلت ايضا سابقا فرنسا وبريطانيا ليستا في نفس موقع القوه روسيا انتقمت مما حصل في ليبيا تقول انها خدعت لكن الحق دوما على الخادع والمخدوع الولايات المتحده ايضا تعتبر ان ما يجري في سوريا ليس لا يمثل العليا في الاخير اخذت تهتم بالحرب ضد داعش ولكن كان هناك نوع من تقنين للدور مع اعطاء الروس دورا كبيرا خاصه بعد صفقه الاسلحه الكيميائيه في سبتمبر من العام 2013 ايلول 2013 حينها شعرت فرنسا بانها طعنت طعنت من قبل الولايات المتحده الامريكيه ومنذ 2012 كانت الولايات المتحده الامريكيه تضع حدودا لفرنسا لبريطانيا الدول الاقليميه في منع تسليح قوات المعارضه السوريه. كان كان هناك رغبه في ان تحصل حرب الجهادين في سوريا وان تكون ساحه سوريا ساحه تصفيه الحسابات، ساحه اللعبه الكبرى ولكن اخيرا انكشف الفشل مع فشل اتفاق كيري لافروف والان الحصاد هو في التركيز على داعش لكن هذا لا يعني ان المساله السوريه على طريق الحل وهذا ايضا يعني ان الانكشاف الاستراتيجي لاوروبا عدم قدره اوروبا على التميز، ليس المهم ان نقول استقلال او عدم استقلال على الولايات المتحده الامريكيه، هناك فارق في الملف الروسي السوري ما بين باريس ولندن من جهه وواشنطن من جهه اخرى، لكن عمليا ماذا بامكان باريس مثلا ان تفعل او لندن ان تفعل عدا البيانات وعدا بعض الضغوط ومحاوله بعض الادانات بتصريحات حول ضغوط وحول عقوبات، الاهم أن أن الإمكانية العملية في غياب السقف الأمريكي غير موجودة، وهذا يجب أن يؤدي إلى إعادة مراجعة أوروبية، لماذا تكون فرنسا قادرة على عمل شيء ما في منطقة لها فيها مصالح استراتيجية مثل الساحل؟ لماذا في ليبيا حتى لا يتم تفاهمات لكي يكون هناك فعالية أكثر لتخليص ليبيا وإعادة بنائها لأن هذه أيضاً مسؤولية فرنسية وبريطانية في تخريب الوضع الليبي قبل المسؤولية الأمريكية، وفي الملف السوري بالذات كما في الملف العراقي هذا التركيز على الإرهاب في لحظة ما سينتهي، سنجد فراغات أين هو بناء الدولة العادلة والقادرة إن كان في العراق وإن كان في سوريا، وهنا أيضا هناك حاجة لأوروبا، سيصرخ الجميع أين أوروبا لإعادة الإعمار؟ أين أوروبا للمساعدات؟ لكن لا. لا يوجد شخصيات في اوروبا لتقول اين دور اوروبا السياسي لا. وماذا يمكن لاوروبا ايضا ان تحصد من ذلك سنرى الى اين ستذهب هذه المساومات لكن في النهايه بالرغم من كل التراجع ليس هناك من شطب للدول الاوروبي ليس هناك من تهميش كامل ربما يكون هذا الدور في, في الملفات مع الاقتصادية مع التي سأناقشها نعم. بعد الفاصل هل فعلا العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والعالم نعم. العربي أفضل منها في السياسة بعد الفاصل؟ اهلا بكم من جديد وارحب بضيوفي في الاستوديو دكتور سامي نادر استاذ العلاقات الدوليه في جامعه القديس يوسف ومن باريس دكتور خطار ابو دياب استاذ العلاقات الدوليه في جامعه باريس ومن بروكسل محمد رجاء بركات الاعلامي الخبير بالعلاقات العربيه الاوروبيه انتقل مباشره الى بروكسل يعني محمد هل فعلا العلاقات الاقتصاديه الاوروبيه العربيه مترسخه اكثر من العلاقات السياسيه ولماذا؟ العلاقات طبعا هي مترسخه اكثر من العلاقات السياسيه اولا لانه لا توجد هناك سياسه اوروبيه مشتركه ازاء العالم العربي معظم الدول الاوروبيه لديها سياسه خاصه ازاء الدول العربيه بحد ذاتها العلاقات طبعا الاتحاد الاوروبي يبحث دائما على مصالحه ومصالحه الاقتصاديه تضخ على العلاقات السياسيه في الربيع العربي أيضا أثر كثيرا على العلاقات السياسية بين دول الاتحاد الأوروبي والعالم العربي الاتحاد الأوروبي دول أيدت الربيع العربي في البداية وحاولت احتواء الربيع العربي وتدخلت أيضا في شؤون العديد من الدول العربية منها سوريا كما تعلمون وأيضا موقفها إذا ليبيا سياسيا فرنسا ولكنه لم يؤثر لم على عمليات التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بمعنى الاستثمارات الاستثمارات طبعا جاءت الاستثمارات من دول الخليج الى دول الاتحاد الاوروبي واستمرت، طبعا حركه الاستثمارات لا تتاثر بشكل مباشر بالعلاقات السياسيه، بريطانيا لعبت دور كبير في جلب الاستثمارات الى دول دول الاتحاد الاوروبي، ايضا العديد من دول الاتحاد الاوروبي حاولت من اجل استقطاب الاستثمارات العربيه وخاصه الخليجيه، حاولت اقامه شبكه مصرفيه اسلاميه فيها بريطانيا والسيد توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاسبق لعب دورا كبيرا في هذا المجال ايضا فبالتالي حركه الاستثمارات او وضع الاموال العربيه داخل البنوك الاوروبيه لم يتاثر ولكن طبعا كان هناك وهذا امر طبيعي ان يعني يكون هناك انخفاض في صادرات دول الاتحاد الاوروبي الى الدول العربيه بسبب الازمه الاقتصاديه التي يعيشها العالم العربي وبسبب الحروب المندلعه في العديد من المناطق فطبعا العلاقات الان بين الاقتصاديه بين اوروبا والعالم العربي اضعف بكثير منها عما كانت قبل الربيع العربي. أستاذ محمد رجائي، يعني بالنسبة لدول الخليج العربي وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي هناك كان وكأنه في علاقات مختلفة عن بقية الدول العربية خاصة عندما نعلم أن حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجاري ما بين مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول أوروبا هو يعني رقم كبير 152 مليار مع مجلس التعاون الخليجي فقط وحجم التبادل التجاري. 341 مليار يورو ما بين الدول العربية ودول أوروبا بالتالي يعني كيف تحمي أوروبا أو القرار الأوروبي كيف يحمي هذه الاقتصادات؟ طبعا حاولت بعض الدول الاوروبيه مثل فرنسا، فرنسا اقامت علاقات وطيده مع دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكه العربيه السعوديه على الرغم من وذلك من اجل عقد صفقات اسلحه كما تعلمين تم عقد عده صفقات شراء اسلحه فرنسيه، بريطانيا قامت بنفس الدور بلجيكا أيضا تقوم بتصدير الأسلحة وطبعا هذه الأرقام مرتفعة نظرا أيضا للتبادل في مجال النفط بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي فالدول الاتحاد الأوروبي تتغاضى في الكثير من الأحيان عن العديد من المبادئ احترام حقوق الإنسان في ضمن علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي فبالتالي حافظت يعني هذه الارقام التي ذكرتيها لم لم تتاثر بالفتره الاخيره لان المسؤولين الفرنسيين ركزوا واقاموا علاقات وطيده خاصه مع المملكه العربيه السعوديه كما ذكرت سابقا انتقل الى باريس دكتور خطار يعني كما هو معلوم ان العلاقات الاقتصاديه هي علاقات قويه وراسخه كما اشرنا ما بين الاتحاد الاوروبي ودول العالم العربي. يعني هل ماذا يريد العرب من اوروبا بالتحديد؟ هل هناك استراتيجيه واضحه يريدونها من اوروبا؟ بالطبع لا لانه كما ليس هناك من استراتيجيه اوروبيه او سياسه خارجيه موحده الدول العربيه تنظر الى اوروبا بشكل مختلف هناك فارق كبير ما بين دول شمال افريقيا دول المغرب العربي التي تملك علاقات الجوار علاقات متينه حتى في مساله الشراكه الاوروبيه المتوسطيه كانت مثلا تونس البلد المتميز عندما نرى العلاقه مثلا مع مصر هي علاقه تتحول ايضا لعلاقه اقتصاديه واستراتيجيه ومصالح سياسيه متبادله مع دول الخليج، هناك نعم الطاقه مقابل صناعات تحويليه وصناعات سلاح، اذا لكل منطقه او لكل دوله منظورها الخاص، لكن في الاجمال اذا اخذنا حجم التجاره البينيه العربيه العربيه الذي هو متواضع جدا جدا وحجم التجارات العربيه مع اوروبا، فهي كبيرة لان هناك حاجة لهذا التبادل. اذكر بان اول حوار اقتصادي اوروبي عربي او اول اجتماعات تعاون اوروبي عربي انطلقت بعد قرار قطع النفط ابان حرب تشرين 1973 ولذلك بنيت هذه العلاقة على حاجة اوروبا للطاقة الاتية من الشرق الاوسط وبعد ذلك هناك حجم المصالح المشتركة بالنسبة لمصانع السلاح للصناعات التحويلية للبنى التحتية في الدول العربية هناك إذا تبادل مفيد لصالح الطرفين وبعض المرات بعض الدول تطالب بنقل التكنولوجيا هناك دول مثل ألمانيا عندها صناعة ثقيلة وصناعة وهناك صناعة السيارات هناك إذا موارد كبيرة هناك الزراعة التي تصدر المحاصيل الزراعية التي تصدر أيضا لدول عربية المصالح المشتركة اذا حجمها كبير ولا يتعلق فقط بالاطار السياسي او بالنزاعات. ايه وكيف ولكن هذا الحجم الكبير الذي تتحدث عنه كيف يمكن حمايته سياسيا يعني بهذا المعنى؟ نعم كيف يمكن حمايته؟ في النهاية المسألة الآن هي في تعديلات بنيوية مهمة. إذا أخذنا النفط السعودي مثلا كان هناك تصدير للولايات المتحده الامريكيه، كان هناك اتفاق ما يسمى اتفاق كوينسي الذي يبادل امن الطاقه بامن الحمايه العسكريه. الان جدد هذا الاتفاق لكن نلاحظ مع انتاج النفط الصخري والغاز الصخري، لم تعد الولايات المتحده الامريكيه وحتى حاجات اوروبا خفت. ولذلك الآن أكثر الأسواق التي تشتري من النفط الخليجي من النفط الإيراني من النفط الشرق الأوسط هذه الاقتصادات الآسيوية الناهضة الكبرى من الصين إلى كوريا الجنوبية إلى اليابان إلى الهند وغيرها هذا التحول في الأسواق مهم ولهذا سؤالك مهم إذا لم يكن هناك من حاجات متبادلة في المستقبل برأيي ستبقى أوروبا تعتمد كثيرا على هذا النفط على عكس الولايات المتحده الامريكيه على الغاز الاتي من هذه المنطقه لانها تريد ان أن لا تعتمد فقط على الغاز الروسي ولذلك هذا الغاز الشرق الأوسط إن كان من إيران إن كان من, من قطر وإن كان من دول الشرق المتوسط بعد ذلك مهم جدا بالنسبة لأوروبا إذا يمكن لخريطة الطاقة للغاز عبر المتوسط أن يكون لها أيضا أثرها في الحفاظ على هذه العلاقات كما ذكرت ويبقى الجوار الجغرافي الصين بعيدة تحاول عبر طريق الحرير الجديدة موسكو لها علاقات مع بعض الدول لكن هي مصدرة للطاقة ليس بنفس لا تنافس أوروبا في هذا الاتجاه دكتور سامي هل توافق أنه روسيا لا تنافس أوروبا في دول العالم العربي؟ يعني آه في في ناحيه ربما تنافسها ببيع الاسلحه ربما بي آه ربما في قطاع الاسلحه ولكن في قطاعات آه اخرى ليس لديها قدرات تنافسيه التي تحظى بها مؤسسات وشركات ومصانع امريكيه، مثلا ليس لديها قدره تنافسيه لا في قطاع المصارف التي الذي هو موجود وبشكل كبير في العالم العربي، المصارف الاوروبيه تحديدا في قطاع التامين، في قطاع الالبسه، في قطاع الصناعات. يعني كل في كل هذه القطاعات المصانع الأوروبية والإنتاج الأوروبي موجود مع قدرة تنافسية عالية وفي المقلب الآخر هنالك استثمارات عربية مهمة في في أوروبا. في في اوروبا في اوروبا هنالك استثمارات قطريه مؤخرا في السنوات العشر الاخيره في فرنسا وفي بريطانيا هنالك استثمارات لدول الخليج في قطاعات مختلفه ليس اقلها قطاع الرياضه مثلا اذا هنالك تبادل ربما يعني بسبب الجوار القريب وايضا بسبب ان هنالك تكنولوجيا عاليه لدى اوروبا يعني اوروبا تنافس ولدى دول الخليج امكانيات اكثر أكثر من دول أخرى. ولكن يعني. اليوم المنافس الحقيقي هو الصين يعني أنا استوقفني التبادل التجاري منذ عشر سنوات كان بين الصين والعالم العربي بمستوى 200 مليار مع كل العالم العربي اليوم يتخطى 3 تريليون دولار إذا هذا هذا مذهل يعني هذا آه. على حساب من؟ هذا على حساب اوروبا وعلى حساب امريكا بالتاكيد لانه ان كان في قطاع الاسلحه او الصناعات النفطيه امريكا حاضره وفي قطاع الاستثمارات وبشكل كبير هذا الدخول واوروبا في القطاعات الاخرى وايضا القطاعات النفطيه اما هذا الدخول اليوم الصيني من بوابات عديده من بوابات عديده الى الشرق الاوسط وبلدان شرق افريقيا يعني في قطاع البنى التحتيه خذي مثلا الاستثمارات الصينيه في بلد مثل الجزائر هائلة أنه المستثمر الأول اليوم في الجزائر في بلدان شرق إفريقيا في قطاعات البنى التحتية اليوم الصين تنشئ صندوق خاص للاستثمار في العالم العربي إذا نعم هنالك صعود لجبار اقتصادي في العالم الغربي العربي هو وهناك تراجع يعني لأوروبا هنالك تراجع يعني اولا بسبب الازمه الاقتصاديه الاوروبا بسبب هذا الخوف الذي ذكرناه سياسه بناء الجدران اليوم هنالك صعود الى اليمين المتطرف يهدد اوروبا يعني بتغيير وجهها وسياساتها هنالك مساله اللاجئين السوريين تهدد بانحلال العقد الاوروبي يعني اليوم كل ليس للبلدان الأوروبية مقاربة واحدة إنما مقاربات عديدة لمسألة اللاجئين السوريين كل هذا هذه المشاكل كم من المشاكل السياسية ينعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية بموازاة ذلك تتقدم الصين شيء فشيء بشكل ثابت اليوم أذهلني منذ يومين أن الصين يعني تنظر إلى السوق السوري كفرصه استثماريه وسوريا ما زالت تشتعل يعني في نيران الحرب اذا هذا يعني هذه مفارقه لابد من التوقف عندها وانا اعتقد انها سوف تغير جيو استراتيجيه المنطقه والعلاقات يعني هنالك مثلا محور اليوم من المهم النظر اليه الصيني السعودي وعلاقات واعتقد هنالك دور مهم جدا سوف يكون للهند في المستقبل القريب في هذا البقعه من العالم اعود الى بروكسل مع استاذ محمد رجائي استاذ محمد يعني هل تفكر اوروبا اليوم في مستقبلها في منطقه العالم العربي يعني كما اشار دكتور سامي هناك افكار للصين في المستقبل ان كان بسوريا او في غير منطقه فيها نزاعات اليوم، هل اوروبا ايضا تتحضر للاستثمار وللتواجد في هذه المناطق ام خسرت هذا الدور نتيجه موقفه السياسي. أود العودة إلى ما قيل هناك عامل هام جعل دول الاتحاد الأوروبي تفقد قدراتها الصناعية هو ارتفاع كلفة الإنتاج داخل دول الاتحاد الأوروبي وارتفاع تكاليف الوظائف التوظيف العمال إلى آخره مما حمل كثير من الشركات الأوروبية والمصانع الأوروبية إلى نقل مصانعها إلى دول دول العالم الثالث دول نامية وإلى الصين أيضا. كان هناك حملة قبل عشر سنوات كان هناك حملة كبيرة لتشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال الأوروبية والمصانع الأوروبية للعمل وفتح مصانع لها ومصالح في الصين وفي دول أخرى فهذا أدى إلى ضعف المنتج الصناعة في العديد من القطاعات داخل دول الاتحاد الأوروبي الأنسجة بعض الصناعات الإلكترونية إلى آخره بالنسبة لسؤالك حول العالم العربي الان الاوضاع في العالم العربي طبعا متقلبه وهناك غياب للاستقرار فبالتالي دول الاتحاد الاوروبي تعلم ان هذه الاوضاع ستستمر لسنوات طويله في العالم العربي، خاصه في الشرق الاوسط، سوريا، العراق، المناطق الاخرى فبالتالي غياب الاستقرار يجعل اوروبا يعني لا تفكر في الاعتماد على دول الدول العربيه في المجال الاقتصادي علاقاتها تم ذكر العلاقات مع دول شمال افريقيا لا. ايضا علاقات مع دول شمال افريقيا خاصه مع تونس كان هناك قطاع السياحه في تونس كان هناك ارقام, أرقام في قبله كبيره جدا في مجال التبادل وفي مجال السياحه مع تونس بسبب الاعمال الارهابيه الان توقفت وانخفضت بشكل كبير السياح الاوروبيون لا يذهبون الى تونس والى العديد من دول شمال افريقيا خوفا من الارهاب الى اخره وما زالت تونس مثلا موضوع على قائمه قائمه الدول في مثلا بلجيكا ودول اخرى التي ينصح السياح عدم الذهاب إليها، فبالتالي يعني العلاقات الاقتصادية التبادل مع تلك الدول أصبح أقل منه عما كان قبل الربيع العربي. لا. الآن يعني دول الاتحاد الأوروبي حتى كونه فشلت في المحاولات الأخيرة من أجل تشجيع التنمية وتشجيع إحلال التنمية في الدول العربية. فشل هذا نعم. وغياب السياسات سواء سياسات اقتصاديه ازاء العالم العربي سياسات اقتصاديه واضحه تكون مبنيه على المصالح المشتركه وهذا غير موجود الان نعم. دول الاتحاد الاوروبي دائما في علاقاتها تبحث عن مصالحها مباشره هذا ادى الى انخفاض آه الاعتماد نعم. حتى دول العالم العربي لا يعني آه نعم. غير آه راضيه اعتقد عن هذا التبادل آه الاقتصادي مع دول الاتحاد الاوروبي انتقل الى باريس دكتور خطار يعني موضوع الاقتصادي هل هو مرتبط ايضا في مرحلته المقبله ما بين الاتحاد الاوروبي والدول العربيه بملفات تتعلق مثلا بملفات الارهاب وملف الخوف من الارهاب ومن اللاجئين الذين يهددون بالدخول الى اوروبا وفشل اللي حكى عنه استاذ محمد رجائي فشل اوروبا بملفات لها علاقه بالتنميه ومكافحه الفساد هل هي تدفع ثمنه اليوم؟ علينا الا نستخف بالقطيعه باثر القطيعه ما يسمى صراع الثقافات والحضارات صعود اليمين الشعبي في اوروبا والوهم عند البعض بامكان صنع جدران جديده كجدران برلين في المتوسط من يرى الغرق في المتوسط يفهم انه هناك انهيار لمنظومه القيم في كل الاتجاهات بالطبع كل هذا سينعكس وعدم وجود الاستقرار نعرف أن الرأس مال جبان يهرب ولكن هناك تساؤلات تونس البلد الذي كان التلميذ الشاطر في كل الشركات مع أوروبا الآن هو بحاجة لتدعيم وضعه كي تنجح تجربته هي التجربة الوحيدة التي بشكل أو بآخر نجت من الطوفان ولذلك هنا أيضا أوروبا لا تتحمل مسؤولياتها اللاعبين الاخرين ليسوا افضل اذا كان اوروبا عندها مشاكل لكن مع هذا التنوع الاوروبي هناك سيبقى هناك لهاث وراء المصالح مع العالم العربي والعكس صحيح هناك حاجات متبادله ستتخطى عوامل عدم الاستقرار او الفشل في هذا المجال او ذاك اذا اخذنا اللاعب الصيني هذا اللاعب الصيني ياتي الى افريقيا مثلا يقوم ببعض المبادرات ولكن ليس لا يفتح كرم على درب يعني مثلا في الموضوع السوري لا اظن انه سياتي لي لي ليستثمر لي 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 من دون ان يعاد الاعمار وهنا في مساله اعاده الاعمار هذا سيتطلب الوقت الطويل من اجل بدء عمل الاستقرار ومن دون تعاون دولي اوسع لن يتم ذلك اظن بالطبع هناك ما تطرحه الصين الان ولكن هناك مشكله عامه في العولمه هذه العولمه التي تتصدع واظن اذا لم يكن هناك نوع من اندماج في العالم العربي اذا لم يكن هناك من شعور لنا ما تبقى من دول مركزيه ولنا المجتمعات العربيه بضروره اندماج اقتصادي حد ادنى ستبقى علاقات التبعيه وتبقى العلاقات مع الاطراف الاخرى اصعب واصعب دكتور سامي يعني كما قال دكتور خطار هل برايك انطلاقا من ذلك ستشارك اوروبا بعمليه اعاده الاعمار بمنطقه سوريا مثلا؟ قد تحاول يعني بعض الدول الاوروبيه المشاركه او الاستفاده من اعاده اعمار سوريا ولكن اعتقد ان هنالك بعض الدول المستعدة اكثر منها لذلك يعني اول اولها تركيا، يعني تركيا بدات اصلا في مرحله, مد... لل... مرحلة استعداد مرحله وهي تستثمر في قطاع الكهرباء ليس استثمارا ولكن اوصلت بعض المدن في شمال سوريا مدته بالكهرباء وانا اعتقد انها سوف يعني قريبا تباشر ببعض الاعمال في قطاع البنى التحتيه، هنالك كثير من القرى في الشمال السوري تستخدم من اليوم العمله التركيه كعمله م. تداول واعتقد الدول العربيه الاخرى يعني تلك المساندة للثوره السوريه سوف يكون لها دور اساسي هلا هل بالتاكيد يعني فرنسا وبريطانيا سوف يكون لهم دور او سوف يحاولون ان يعني عندما ولكن ليس كمنظومه اوروبيه اعتقد عندما تتحدث اليوم عن اوروبا انت يعني تتحدث دائما عن بريطانيا وفرنسا لانها تلك هي الدول الموجوده فعلا يعني بحد ادنى المانيا ولكن ليس هنالك اعتقد من سياسه اوروبيه نافذه واضحه المعالم، نعم هنالك اطار عام حدده يعني ما يسمى بسياسه الجوار ولكن اليوم اوروبا نفسها مأزومه، اوروبا اليوم تعالج تداعيات خروج بريطانيا، تعالج امكانيه خروج أو سقوط الاقتصاد اليوناني تعاني مشكله ابقاء البرتغال وايرلندا في العائله الاوروبيه واسبانيا، اذا هنالك مشاكل داخل البيت تمنعها اليوم من التركيز على بناء علاقات مع جوارها القريب، اليوم هي تريد اطفاء النيران، تلك النار المشتعله بفعل مساله اللاجئين السوريين، ولكن لا ترتكز الى رؤيه وتخطيط استراتيجي من اجل يعني يعني هي لا تشارك ليست شريكا في صنع الحلول في اي منطقه من مناطق النزاع في العالم العربي افضل ان اقول هي اليوم معنيه باطفاء الحرائق وليست في صدد بناء استراتيجيات طويله الامد ويعني هذا من شان الديمقراطيات كل الديمقراطيات اليوم قصيره النظر لانها معنيه بشعارها الانتخابي وكيف الطبقه الحاكمه سوف تمدد لنفسها او كيف المعارضه سوف تاخذ مكانها اذا ليس هنالك من تخطيط استراتيجي او هم او اولويات استراتيجيه على الاقل ليست يعني امام امام المال هل هي تهتم يعني اكثر لعلاقتها مع مجلس التعاون الخليجي من علاقتها مع بقيه نعم. الدول؟ نعم، على المستوى الثنائي نعم، يعني هنالك تكامل، هنالك تكامل مثلا بين الراس مال الخليجي والتكنولوجيا الاوروبيه. م. يعني وهذا ما نراه يعني الاستثمارات الاخيره هي استثمارات تتم تستورد التكنولوجيا الاوروبيه وتطورها في السوق العربي يعني يستخدم راس المال الخليجي من اجل استيراد هذه التكنولوجيا وتطويرها والحق يقال ان اول من قام بمبادره من هذا النوع هو رئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري لانه كان المبادر في عمليه استيراد التكنولوجيا الاوروبيه التوظيف في الداخل الاوروبي ثم بعد عمليه التوظيف وتكبير راس المال، فتح الاسواق العربيه امام هذه الشركات وهذا يعني النموذج اليوم نراه اكثر واكثر في قطاعات تكنولوجيا مثل الطاقه البديله، مثل الامن الغذائي، مثل الصناعات النفطيه المكمله وصناعات عديده. أعود الى بروكسل مع استاذ محمد رجائي يعني باختصار شديد كيف يمكن ان تصف لنا العلاقه ما بين الاتحاد الاوروبي اقتصاديا مع دول العالم العربي طبعا يعني تلك العلاقات لا نستطيع أن نقول دول الاتحاد الأوروبي مع دول العالم العربي أو مع العالم العربي لأن هناك الاتحاد الأوروبي يعني علاقاته ما عدا الاتفاقيات اتفاقيات الشراكة أو الجوار إلى آخره مع الدول العربية والتي هي اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية كلا على حدة فبالتالي لا يمكن أن نقول بين الجانبين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بمجموعة هناك علاقات ثنائيه وتختلف من دوله الى اخرى وتعتمد على الاوضاع داخل الدوله العربيه المعنيه لا. كما ذكر الزملاء يعني العلاقات مع تونس تختلف تدهورت شكرا بسبب استاذ شكرا, شكرا استاذ محمد رجائي عندي. اشكرك في الختام اشكر ضيوفي في الاستوديو دكتور سامي نادر استاذ العلاقات الدوليه في جامعه القديس يوسف ومن باريس دكتور خطار ابو دياب استاذ العلاقات الدوليه في جامعه باريس ومن بروكسل محمد رجائي بركات الاعلامي الخبير بالعلاقات العربيه الاوروبيه اشكر متابعتكم برنامج جيران العرب نلتقي الاسبوع المقبل في نفس الوقت عبر نفس الشاشه التلفزيون العربي معي انا نجاة شرف الدين الى اللقاء